سمكة يوم القيامة، الوحش الذي يخافه ترامب أكثر من بوتين، ظهرت في اليابان فتدمرت، شاهدوها في إندونيسيا فقتلت عشرات الآلاف، في الفلبين عندما ظهرت تجزأت الأراضي وتزلزلت. سمكة يوم القيامة تظهر اليوم للأمريكيين على سواحل كاليفورنيا. هذه السمكة التي لم نرها قط على قيد الحياة تظهر لنا ميتة فقط لتنذر بالموت القادم. حتى العلماء لم ينجحوا قط بدراسة سلوكها. سمكة المجداف، ماذا يمكن أن تفعل بكاليفورنيا؟ وماذا يعني ظهورها؟ وهل تتسبب بأولى الكوارث التي سيتعامل معها ترامب؟ التفاصيل في الفيديو، لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. ليست المرة الأولى ولا الثانية، بل للمرة الثالثة في نفس العام تظهر سمكة المجداف على شواطئ كاليفورنيا، وتحديدا على ساحل أنيسينيتاس. على مدار مئات عام ظهرت هذه السمكة ميتة ل23 مرة فقط في كاليفورنيا، لذلك يجد العلماء الآن فرصة كبيرة لإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث على هذه السمكة الغامضة. سيتم تشريح السمكة التي وجدوها حتى يتمكن العلماء من معرفة المزيد عن علم الأحياء وعلم التشريح وعلم الجينوم وتاريخ حياة سمك المجداف. ستصبح العينة بعد ذلك جزءا من مجموعة الفقاريات البحرية في معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو. يقول العلماء إن مجموعات مثل هذه المجموعة ضرورية للبحث في تطوير وبيئة الأسماك، لأنها تمكن العلماء من الإجابة على أسئلة مثل متى بدأ التلوث أو البلاستيك في التأثير على أنظمتنا البيئية. لكن بعيدا عن العلم والذي لربما يدعم في بعض الأحيان نظرية أن الزلزال والتسونامي قد يرتبطان بظهور هذه السمكة العملاقة، فما أصل القصة؟ وماذا يعرف العلم عن هذه السمكة؟ تابعوا معنا. سمكة المجداف. تتميز سمكة المجداف بزعانف حمراء تشبه العمود الفقري على رأسها، وزعنفة ظهرية طويلة تمتد على طول جسمها، بالإضافة إلى زعنفتين تشبهان المجداف، ولهذا السبب اكتسبت اسم سمكة المجداف. هذه السمكة هي أطول سمكة عظمية في العالم، حيث يمكن أن يصل طولها إلى 36 قدماً، ونادراً ما يرى السمك المجداف حياً. يعتقد أنه يرتفع إلى السطح بسبب المرض أو الإصابة أو الاضطرابات في بيئته. نظراً لأن سمك المجداف يسكن أعماق المحيط المظلمة، فإن مشاهدته نادرة جداً. تحدث معظم المشاهدات عندما تكون الأسماك ميتة أو وهي تحتضر، أو عندما تجرفها التيارات أو العواصف إلى الشاطئ. الكثير من المعلومات حول دورة حياة أسماك المجداف وسلوكها وعلم وظائف أعضائها غير معروفة. مثلاً، ما تزال أنماط تكاثرها وعمرها الدقيق موضوعات بحث مستمرة، لكن ما حقيقة كونها تتنبأ بالزلازل بشكل دقيق؟ سمكة الزلزال. عالم الحيوان مليء بعلامات الهلاك، من الغربان في برج لندن التي قد يشير رحيلها إلى سقوط أمة بأكملها، إلى القط الأسود العادي الذي يعبر في طريقك فتصبح غير محظوظا، إضافة إلى عدد من المخلوقات التي تحذر من الويلات. ولكي نعرف قصة سمكة يوم القيامة هذا، سنذهب معكم إلى الأسطورة اليابانية، والتي تقول أن رؤيتها في المياه الضحلة هي فال زلزال. يعود هذا الاعتقاد إلى القرن السابع عشر، عندما كانت الأسماك الشبحية تعرف باسم رسول من قصر إله البحر. في عام 2011 ظهرت أسطورة سمكة الزلزال المنسية إلى حد كبير، بعد أن جرفت 20 سمكة مجدافية إلى الشاطئ في الأشهر التي سبقت أقوى زلزال مسجل في اليابان، والتي تسبب في حدوث تسونامي مدمر. ومنذ ذلك الحين تسببت الأسماك المجدافية الموجودة على الشواطئ أو في المياه الضحلة بإثارة القلق من الفلبين إلى كاليفورنيا. بعض العلماء افترضوا أنه قد يكون هناك ارتباط بين هذه السمكة والزلازل. بحسب عالم الزلازل البيئي كيوشي واداتسومي، فإن الأسماك التي تعيش في أعماق البحار بالقرب من قاع البحر
أكثر حساسية لحركات الصدوع النشطة من تلك الموجودة بالقرب من سطح البحر. أما مارك بينفيلد عالم المحيطات والبيئة في جامعة ولاية لويزيانا يعتقد أيضاً أن أي ارتباط بين النشاط الزلزالي وسمكة المجداف التي تم رصدها على طول السواحل هو مجرد صدفة. يعتقد بينفيلد أن أسماك المجداف مثل العديد من مخلوقات أعماق البحار تهاجر عمودياً نحو السطح ليلاً لتتبع إحدى وجباتها المفضلة، وفي بعض الأحيان قد يؤدي تحول التيارات إلى سحب الأسماك إلى الجرف القاري ومنعها من العودة إلى الأعماق. وعادة ما تكون أسماك المجداف التي تجرفها الأمواج إلى الشاطئ أو في المياه الضحلة ميتة أو محتضرة أو مصابة. وعلى الرغم من مكانتها الأسطورية إلا أن أسماك المجداف لا تزال غير مفهومة بشكل جيد، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى طبيعتها المراوغة. ومع ذلك فقد قطع العلماء بعض الخطوات في دراسة هذا اللغز في أعماق البحار، وأبرز ما توصل إليه العلماء هو أن أسماك المجداف تعيش في المناطق المتوسطة إلى العميقة، حيث تتعرض لاختلافات في ضغط المياه ودرجة الحرارة، وقد تجعلها هذه التغيرات أكثر حساسية للنشاط الزلزالي تحت الماء، وهو ما يفسر على الأرجح سبب ظهورها على السطح قبل الزلزال. ويفترض بعض الباحثين أن أسماك المجداف قد تمتلك حساً حاداً بالاستقبال الكهربائي، مما يسمح لها باكتشاف الاهتزازات أو الاضطرابات الكهربائية الناجمة عن حركات الصفائح التكتونية. وتظل هذه النظرية تخمينية بسبب عدم وجود أدلة مباشرة عليها. ويعتقد العديد من الباحثين أن السبب وراء جنوح الأسماك في المياه العميقة إلى الشاطئ في بعض الأحيان قد يكون مرتبطاً بتحولات أوسع مثل دورة النينيو والنينيا. وعلى الرغم من نفي العلماء بشكل مباشر أي ارتباط بين الزلازل وسمكة يوم القيامة، إلا أن هناك عدة حوادث تربط بينها، مثل زلزال وتسونامي إندونيسيا عام 2004. وفي عام 2011 رصد اليابانيون 20 سمكة نافقة، وما هي إلا فترة قصيرة حتى وقع زلزال اليابان التي وصلت قوته إلى 9 درجات. أيضا في نيوزيلندا ظهرت هذه السمكة قبل زلزال بلغت قوته 7.8 درجات، وآخر ظهور لها ارتبط بالزلزال كان في عام 2020 في الفلبين. فهل تكون كاليفورنيا على موعد مع زلزال كبير بعد مشاهدة السمكة لثلاث مرات خلال أشهر لتكون بمثابة أولى الكوارث التي يجب على ترامب التعامل معها بعد انتخابه رئيساً للمرة الثانية؟